يقول أخذت سيارة من صديقي بإذنه على أن أنهي معاملة لي في الطائف، وبعد ذلك خطر لي أن أعتمر بما أن مكة قريبة مني، والآن ولله الحمد اعتمرت، هل علي حرج لأني لم أخبر صاحبي بذلك علما بأن سيارتي معه وسيارته معي؟ لا حرج عليك في ذلك، هو أذن لك بالذهاب على سيارته إلى الطائف ورجعت محرما، هذا لا حرج فيه، لأن هذا يدخل في المأذون فيه. نعم.